أهلا، حسوي معاكم ألذ براونيز فجي. حتجربوا؟ بسم الله نبدأ. نذوب على نار متوسطة إصبعين وربع زبدة لين تذوب، ونستمر بالتحريك لين تفور معانا. أول ما تطلع فقاعات ورغوة نضيف ربع كوب حليب بودرة ونحرك. أول ما يبدأ يصير لونه بني فاتح وتطلع ريحة جوز، نضيف نصف كوب كاكاو بودرة ونحرك بسرعة لمدة 40 ثانية. نطفي النار ونخليهم على جنب يبردوا دقيقتين. بعدها نضيف كوب شوكولاتة دارك وثلاث ملاعق كبيرة زيت. نحرك لين تذوب الشوكولاتة ونخليهم على جنب. ثلاث بيضات بحرارة الغرفة ونصف كوب سكر بني رطب. نخلطهم لمدة دقيقة ونصف لين يختفي ويذوب السكر تماما وما حسينا بحبيبات السكر. نضيف الآن كوب وثلاث أرباع الكوب سكر بودرة ونحرك لين يمتزجوا. ملعقة صغيرة فانيليا. هل نقدر نقلل السكر؟ لا للأسف، البراونيز إذا قللنا السكر ما تتكون عندنا طبقة لامعة على الوجه. نصب عليهم خليط الشوكولاتة بالزبدة ونحرك لين يمتزج. الآن نضيف نصف كوب دقيق وربع ملعقة صغيرة ملح ونخلط لين ما يمتزج مع الدقيق. إذا حسيتوا الخليط حار اصبروا عليه شوية، بعدين حطوا الشوكولاتة عشان لا تذوب. كوب شوكولاتة دارك أو بالحليب. نصب الخليط الآن في صينية مبطنة ورق زبدة وندخلها الفرن نار فقط من أسفل، حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. بعد ما انخبزت وخرجت من الفرن نخبطها خبطتين على سطح المطبخ عشان تزيد من تجاعيد السطح، ونتركها تبرد ساعة ونصف خارج الثلاجة أو ساعة بالثلاجة. تخرج معانا بكل سهولة. نقطعها ونقدمها من ألذ الطرق اللي جربتها. لذيذ ما يقاوم، لازم تجربوا الطريقة وتعتمدوها. وبألف عافية على قلوبكم.